السلام عليكم، معكم شريف محمد. جايلكم النهارده في فيديو جديد. فيديو النهارده طبعا مختلف. في فيديو النهارده كل الفيديو للحراس البراعم، تمام؟ عشان انا في الفيديوهات القديمه كنت بجيب لكم جوانتيات للحراس الناشئين والحراس الفريق الاول. في فيديو النهارده جايب لك احسن نوع جوانتيات للبراعم، وده شكل الجوانتي، تمام؟ ركز معايا على شكل الجوانتي. في الفيديو ده بقى هكلمك عن تفاصيل الجوانتي كلها. ليه انا اخترت الجوانتي ده؟ انتوا لو فاكرين ان انا سجلت فيديو قبل كده وكنت كان معايا الجوانتي الاخضر، قلت ده احسن جوانتي للبراعي. العكس بقى، ان المره دي الجوانتي ده بالنسبه لي احسن جوانتي شفته للبراعي. وطبعا قبل ما حد يسال، الجوانتي ده ما فيش منه للفريق الاول او الناشئين، الجوانتي ده للبراعم بس، تمام؟ هبدا في الفيديو بتاع النهارده اكلمك عن مميزات الجوانتي. هو طبعا الجوانتي من حيث الشكل والكلام ده فالجوانتي حلو جدا، تمام؟ لكن بقى هبدا اكلمك الحاجات والمميزات اللي فيه، وزي طبعا ما بكلمكم عن المميزات اكلمك على العيوب، تمام؟ نبدا باول ميزه معانا وهو الجريب. الجريب بتاع الجوانتي ده رهيب بصراحه، وانا هخليك انت اللي تشوفه وتحكم بنفسك. بص ركز معايا، شايف الخطوط الخضراء؟ سيبنا من الخطوط الخضراء دلوقتي، نتكلم عن الجريب عادي، تمام؟ الجريب بتاع الجوانتي نفس الجريب بتاع جوانتيات الناشئين والفريق الاول، وممكن يكون احسن شويه. ليه احسن شويه؟ اول حاجه يعني ايه جريب؟ الجريب ده هو الحاجه اللي بتبقى موجوده هنا بتساعدك انك تمسك الكوره. في فرق بين جريب وبين طبقات الجريب. ازاي الجريب وطبقات الجريب؟ في جريب في جوانتي ممكن يكون عالي جدا، تمام؟ بس مع النجيله الصناعي مع الاهلاك والكلام ده كله مع التمارين هيتقطع بسرعه، فدي بتبقى من طبقه واحده. في بقى جوانتي بيبقى من كذا طبقه جريب. يعني ايه؟ يعني مثلا الطبقه الاولى لو انت اهلكتها هتلاقي طبقه ثانيه الجوانتي شغال معاك عايش شويه مكمل معاك، هتلاقي طبقه ثالثه الجوانتي برده كويس معاك سليم، بعد كده الطبقه الرابعه هتلاقيه ماشي. فانا بصراحه بحب الجوانتيات اللي هي الثانيه اللي هي من كذا طبقه، مع ان الجوانتي اللي هو من طبقه واحده بيمسك الكره احسن، بس احنا عشان طبعا بنلعب على نجيله صناعي فانا بنصحك بالجوانتي اللي هو كذا طبقه. الجوانتي بقى ده كذا طبقه اهو، تمام؟ انا مش هعرف اطولك طبعا، بس هنا في طبقه اولى، في تحتها طبقه، وفي تحتها طبقه، بعد كده القماش، تمام؟ فلو جينا على الجريب من حيث مسك الكوره، بعيدا عن الطبقات، مسك الكوره كويس جدا يا جدعان بصراحه. وانا برشح الجوانت ده لاي حارس في سن البراعم، من مثلا بنقول 7 سنين ل 10 سنين لاكتر من كده، ل 13 ممكن نخش في 13 سنه 14 سنه على حسب ايدك، في مقاسات في اصغر وفي اكبر، تمام؟ فاحنا جينا اتكلمنا على الجريب، الجريب ده عالي جدا. نتكلم بقى على الخطوط. انت بتسالني ايه فائده الخطوط اللي موجوده في الجوانتي ده؟ بص، اول حاجه الخطوط اللي عند الصابع، سيبنا من الخطوط اللي تحت، نتكلم في الخطوط اللي عند الصابع. الخطوط اللي عند الصابع مقسمه لك ما بين كل عقله وعقله، ركز معايا كده، ركز معايا في الصابع دي وركز معايا في ايدي دي، تمام؟ شايف العقل دي اللي هو الخط اللي موجود هنا؟ هو موجود هنا. ليه؟ ده عشان الجوانتي ده عظم، فعشان تعرف تحرك ايدك بسهوله هو مقسم لك الحاجات دي، تمام؟ ادي في فرق ما بين عقله وعقله عشان تعرف تحرك ايدك بسهوله. الخطوط بقى اللي موجوده هنا دي ليه؟ برضك عشان تعرف تحرك ايدك اما تيجي مثلا تعمل قبضه او حاجه زي كده، وعشان تحملك الجوانتي. انت مثلا لو بتلعب بجوانتي السطح بتاعه مسطح كامل، تمام؟ مش هيبقى في مثلا خطوط زي كده. لو جيت عملت كده في النجيله الجوانتي ممكن كله يتقطع، تمام؟ لكن هو مقسمهولك بحيث مثلا لو انت عملت كده الحته دي بس هي اللي هتبوظ، لان النجيله مش هتيجي على الحته دي، لان في طبعا فرق مساحه ما بين الخط ده والجزء ده، فالحته دي هي اللي هتبوظ. بس انا يعني هقولك على نصيحه انك تعملها، ما تيجي تقوم حاول تقوم بالقبضه، لان ده هيحافظ على الجوانتي بشكل اكتر، تمام؟ كده احنا اتكلمنا عن الجريب وعن الخطوط، هكلمك عن عيب في الجوانتي، تمام؟ لسه في مميزات بس هكلمك عن عيب. العيب اهو، هو طول الاستيك بالنسبه لي عيب، لان هو مثلا بص الجوانتي ده لما تيجي تشتريه لازم يبقى على مقاس ايدك بالظبط، لانك لو جبته واسع، انا في جوانتيات ببقى جايبها واسعه بس الاستيك بلفه كذا مره ببقى عارف احرك ايدي بسهوله، لكن ده مش هينفع تجيبه واسع. ليه بقى؟ ده لما تيجي تلبسه والاستيك بتاعه جيت لفيته مش هيبقى محكم على ايدك قوي، هتحس ان في فراغ ما بين ايدك وما بين الجوانتي، فبالتالي مش هتعرف تتحرك احسن حركه وممكن يسبب لك اصابات كتير. فانا انصحك انك تجيب الجوانتي ده بالظبط بسبب العيب اللي موجود في الاستيك. يعني احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ ميزه بقى الجوانتي ده تصميم الظهر. انا عايزك بس الاول تركز قبل الظهر، تصميم الصابع بصراحه يا جدعان التفاصيل اللي في الجوانتي دي عاليه جدا اهو. ده كده مش بلاستيك، ده مش بلاستيك، ده مش قماش، ده سفنج، تمام؟
ادي التفاصيل رهيبه الصراحه يا جدعان في الجوانتي ده. هو ده شكل الظهر، تمام. الظهر بتاعه سفنج مش بلاستيك ومش قماش. ليه انا بحب الجوانتيات السفنج مش بحب البلاستيك او القماش؟ اول حاجه القماش فيها يا جدعان، على فكره خلي بالكم ان في جوانتيات الجريب اللي فيها بيبقى قماش، خلي بالك. ها بصراحه انا بحب ابعد عن الجوانتيات دي، مش بيبقى قماش، بيبقى طبق الجريب خفيفه جدا، بعد كده بقى كله قماش. انا بصراحه بحب ابعد عن الجوانتيات دي، تمام. الجوانتيات دي هتزحلق الكوره ونخش في تفاصيل تانية. فبصراحه لو هنتكلم عن ظهر الجوانتي ده، انا اديله بصراحه تقييم عالي جدا، لان ظهر الجوانتي ده بلاستيك. طيب احنا قلنا فوائد الجوانتي البلاستيك، ادي مثلا في ميه، تمام. انا حاولت احط لك اهي ميه اهي، مش عارف في ميه باينه ولا مش باينه. هو في ميه اهي، مش باينه في الكاميرا. اهم حاجه الميه عملت ايه؟ شايف الجوانتي ما شربش الميه، تمام. الجوانتي عازل من هنا، ما شربش الميه، البلاستيك ده عازل للميه، فبالتالي الجوانتي بتاعك مش هتشرب ميه. لو الجوانتي تشرب ميه في ماتشات مثلا الدنيا فيها بتمطر تمرين، هتحس ان ايدك تقيله وهيضايقك في حركه ايدك، تمام. وممكن برضو يسبب لك اصابات او تلف او ريحه وحشه مع الوقت. طيب تمام، احنا كده مثلا اتكلمنا عن الظهر وعن الجريب وعن الاستك. نتكلم بقى على التقفيل او الخياطه. انا عايزك تركز معايا في تفاصيل الصابع. بص بصراحة تفاصيل عالية جدا للصابع، الخياطة 10/10، الخياطة ممتازة. والحاجة اللي عجباني الجوانت ده قطعة واحدة، لأن في جوانتات بتبقى فاصلة الجزء ده كده، بتبقى مخيطاه خياطة الجريب لوحده والصابع لوحدها، فبالتالي بتفك من هنا زي في الجوانت اللي هو التشامب اللي معايا. فأنا أنصحك إن الجوانت ده قطعة واحدة، فده ممتاز جدا بصراحة. ماشي، السؤال بقى هنا، الجوانت ده أجيبه للتمرين ولا أجيبه للماتشات؟ لا، الجوانت ده أنا أنصحك تلعب بيه الماتشات، تمام. ولو عايز تجيب واحد للتمرين هات واحد للتمرين، بس اوعى تخلي جوانتي التمرين هو جوانتي الماتشات. طبعا كلنا بنتمرن على جهاز صناعي وكلنا عارفين المعلومه دي، فبالتالي انت لما تيجي تهلك الجوانتي، الجوانتي يا جدعان عباره عن جريب بامان. يعني لو الجوانتي ده فيه كل المميزات والجريب بتاعه وحش، لو انت قدامك جوانتي ب 100 جنيه بس وكل المميزات فيه والجريب وحش، اوعى تجيب، لان الجوانتي بيبقى عباره عن جريب. الكوره مثلا متشدد عليك من بعيد، عرضيه طلعت تمسكها، لو جريب وحش الجوانتي هيزحلقها، تمام. فانا بنصحك لما تيجي تشتري جوانتي تركز على الجريب. طيب سعر الجوانتي ده كام؟ سعر الجوانتي ده عامل بالظبط 550 جنيه. بيتباع فين؟ بيتباع في محل النجم الرياضي اللي هو موجود في الحصري، وبيتباع في الفرع الثاني بتاعه في جسر السويس. لو رحت للراجل قلت له انك جاي من طرفي، احتمال يعمل لك خصم كويس جدا ويديك الجوانتي بسعر اقل شويه لو قلت له انك جاي من طرفي. طيب كده انا خلصت فيديو النهارده، اتمنى لو الفيديو عجبك تضغط لايك وتشترك في القناه، تمام. واستناني في فيديوهات تانية كتير. وانا طبعا يا جدعان كل ما هلاقي جوانتي كويس او الاقي جوانتي مثلا خامته كويسه قدامي، هجيبه وهعمل لكم عليه فيديو واقول لكم برده سعره. انا في الفيديوهات اللي فاتت ما كنتش بقول سعره، بس عشان في اخواتي زعلوا مني عشان ما بقولش الاسعار، المره دي اقول لكم الاسعار. 560 جنيه بالظبط، وان شاء الله الراجل ممكن يعمل لكم خصم. اشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ويلا سلام عليكم اخواتي.